مصر تؤكد ضرورة استمرار المانحين الدوليين في تقديم الدعم اللازم لوكالة الأونروا وترفض العقاب الجماعي للفلسطينيين. حركة حماس تشيد بمواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وتعلن دراسة مقترح لوقف إطلاق النار تلقته بعد اجتماع باريس. المعارضة الإسرائيلية تشجع الحكومة على صفقة مع حماس، ونتنياهو يؤكد أن جيش الاحتلال لن ينسحب من غزة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. أكد وزير الخارجية سامح شكري على الدور المهم الذي تطلع به وكالة الأونروا في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين والدور الأساسي في تقديم المأوى والمساعدات لسكان قطاع غزة. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من ناظره النيوزيلندي ناستون بيترز، أكد شكري ضرورة استمرار المانحين الدوليين بما في ذلك نيوزيلندا في تقديم الدعم اللازم للوكالة والنأي عن تبني قرارات بتعليق التمويل في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة بغزة. يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك اليوم المانحين الرئيسيين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأعلن المتحدث باسم غوتيريش أن الأمين العام للمنظمة الدولية سوف يشدد في اجتماعه مع المانحين، خصوصا أولئك الذين علقوا مساهماتهم، على ضرورة استمرار عمليات الوكالة. وأشار المتحدث إلى أن أي موظف بالوكالة متورط في عمل إرهابي سيحاسب بما في ذلك عبر ملاحقات جنائية. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في غزة ضمن البند المتعلق بالوضع في الشرق الأوسط. وستقدم كبيرة منسقي شؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في القطاع. كما يعقد المجلس غدا الأربعاء جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل من أجل منع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة وبناء على طلب الجزائر. حذرت 9 منظمات إغاثة في رسالة مشتركة من أن تعليق تمويل وكالة الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين في قطاع غزة وفي المنطقة. أعربت المنظمات عن قلقها وغضبها من اتحاد بعض أكبر المانحين لتعليق التمويل للأونروا. وأضافت المنظمات الدولية أن تعليق تمويل الأونروا يؤثر على المساعدات التي يمكن وصفها بالمنقذة لحياة أكثر من 2 مليون مدني في قطاع غزة. هذا وعلقت عدد من الدول على رأسهم الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة تمويلها للأونروا على خلفية اتهامات إسرائيلية ل12 موظفا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر الماضي. أعلنت المفوضية الأوروبية تعليق كل عمليات التمويل الإضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حتى نهاية شهر فبراير المقبل. أضافت المفوضية أنه في الوقت الحالي لا يتوقع الاتحاد الأوروبي صرف أي تمويل إضافي للأونروا حتى نهاية شهر فبراير المقبل.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أهلا بك معنا أستاذ جمال. لقاء أمين عام الأمم المتحدة بممثلي كبار مانحي وكالة الأونروا، ما الذي تتوقعه لهذا الاجتماع؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. يمكن نتوقع بإذن الله أن يكون هناك انفراجة بعد عثرة كبيرة جدا تواجه الأونروا الآن. في الحقيقة أن الدول الغربية بالتحديد التي أوقفت تمويلها للأونروا هي تتخلى عن مسؤولياتها الإنسانية في توقيت حساس للغاية. نتحدث عن أكثر من 2 مليون نسمة داخل قطاع غزة في أمس الحاجة لهذه المساعدات. أيضا الأونروا بالمناسبة لها أيضا أعمال في مناطق أخرى سواء في سوريا أو في لبنان أو حتى في الأردن فيما يتعلق بإغاثة الفلسطينيين هناك، وبالتالي أكثر من 5 ملايين فلسطيني في حاجة إلى هذه المساعدات بشكل عام، 2 مليون منهم طبعا داخل قطاع غزة، وبالتالي الأمر في يعني حاجة ماسة لإعادة نظر من جديد، لأن الأوضاع الإنسانية في غاية الصعوبة هناك في الحقيقة. يعني من قبل أيضا يعني تحركات على الجانب الأمريكي في عام 2018، يعني في عام 2018 أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية من قبل هي دعمها الأونروا، وكانت هذه أيضا واقعة من قبل، وبالتالي هناك يعني توقف. طيب أستاذ جمال، ما الذي جعلك تتوقع انفراج في ظل صلف أمريكي إسرائيلي لا يأبه بأي يعني كوارث إنسانية تحصل في قطاع غزة، ومن هناك المزيد من هذا الصلف ومن هذه الكوارث على الأرض في قطاع غزة؟ يعني هناك تمني، يعني نتمنى أن يحدث هذا، ولكن بالفعل على أرض الواقع هناك عناد إسرائيلي وهناك تأثير إسرائيلي على الجانب الأمريكي في هذا الشأن، وهناك دعم مطلق من الجانب الغربي للجانب الإسرائيلي. وأعتقد أن من يريد أن أو من يوافق على هذا الأمر من الجانب الغربي فهو يعني شريك مع الجانب الإسرائيلي في فكرة الإبادة الجماعية، لأن هنا نتحدث عن تخيير المواطنين في الداخل الفلسطيني وفي قطاع غزة بالتحديد ما بين الموت قصفا أو الموت جوعا، وبالتالي جريمة الإبادة الجماعية في الحقيقة الآن التي تتحقق في داخل قطاع غزة، من يوقف تمويل الأونروا هو شريك أساسي فيها، وبالتالي أعتقد أن هذه الدول عليها أن تفكر يعني بشكل عقلاني أكثر، وأن تتخلى عن فكرة الدعم المطلق الذي من الممكن أن يورطها في يعني جريمة إنسانية خطيرة للغاية بوقف تمويل الأونروا ودعم أكثر من 2 مليون مواطن في حاجة ماسة للغذاء والشراب والدواء. أستاذ جمال، اليوم مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة بشأن الوضع في قطاع غزة، وغدا أيضا جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي. ما جديد الذي يمكن أن يضاف من خلال هذه الاجتماعات ونحن أمام كوارث وإبادة جماعية في غزة؟ يمكن هذه الجلسة بالتأكيد هي متوقعة بعد قرار محكمة العدل الدولية، وبالتالي هذه الجلسة من المتوقع أن تنظر في عدة أمور. الأمر الأول له علاقة بطبعا الشق الإنساني والوضع الإنساني في داخل قطاع غزة، والشق الآخر ما يتعلق بقرارات محكمة العدل الدولية وآليات تنفيذها، وبالتالي هي مهمة كبيرة جدا في الجلستين القادمتين لمجلس الأمن. نتمنى أن يكون هناك أيضا ترسيخ لمفهوم القانون الدولي ودعم قرارات محكمة العدل الدولية وإيجاد آليات حقيقية على أرض الواقع تسهل يعني نفاذ هذه الإجراءات في توقيت نحتاج فيه لوقف إطلاق النار وإحداث هدنة، خصوصا أن هناك أيضا مسار آخر تقوم به القاهرة وقطر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإرساء هدنة في الوقت الراهن، وبالتالي يجب أن تتلاقى كل هذه المسارات وأن يكون هناك حراكا عبر مجلس الأمن حقيقيا يدعم قرارات محكمة العدل الدولية، وأيضا يتماشى مع الرغبة الإقليمية والدولية. نعم. الساعية لإحداث هدنة ووقف إطلاق النار. هو يعني هناك سباق مع الوقت أستاذ جمال، يعني انتقال تدريجي من دائرة الصراع من الأرض المتصارع عليها وإلى الإقليم بأسره، وبالتالي يعني نسارع الوقت والظروف والمعطيات الحالية. أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، أشكرك شكرا جزيلا.
أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن تقديره لدور مصر وموقفها المتطابق مع موقف الشعب الفلسطيني ومقاومته برفض وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود مصر مع قطاع غزة وإفشال مخطط تهجير الشعب الفلسطيني. أكد هنية على تقديره لدور مصر وقطر في السعي للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة عن طريق إنهاء العدوان الإسرائيلي. كما لفت رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن الحركة تقوم بدراسة مقترح لوقف إطلاق النار تلقته بعد اجتماع باريس، مؤكدا أنه سيزور القاهرة لبحث هذا المقترح. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول كبير بحماس قوله إن مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشتمل على 3 مراحل. أوضح مسؤول حماس أن المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن المدنيين مثل النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، في حين تشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح كل المجندين والمجندات، مشيرا إلى أن عدد المحتجزين المطلوب من الجانب الفلسطيني الإفراج عنهم لم يتحدد، وأن المسألة متروكة لعملية التفاوض. وأشارت رويترز إلى أن تصريحات مسؤول حماس توضح أن المرحلة الثالثة تشمل تسليم الجثامين، وأن كل العمليات العسكرية من الجانبين ستتوقف طوال المراحل الثلاثة. قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد أن حزب يايش عتيد الذي يرأسه سيؤيد الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو إذا قررت المصادقة على صفقة لتبادل المحتجزين مع الفصائل الفلسطينية. أضاف لبيد أن المعارضة ستمنح الحكومة شبكة أمان لأي صفقة تعيد المحتجزين الإسرائيليين إلى بيوتهم وعائلاتهم، معربا عن استعداده للانضمام للحكومة ليساعد في تمرير صفقة تبادل المحتجزين والبقاء في الحكومة لفترة محدودة. من جانبه أكد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكد أن أي صفقة مع حماس حال تمت ستسقط حكومة نتنياهو. أفادت شبكة NBC الأمريكية بالتواصل لاتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل. ونقلت الشبكة عن مصادرها أن الاتفاق يشمل وقفا تدريجيا لإطلاق النار في قطاع غزة مع تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين. مرحلة جديدة دخلتها صفقة التبادل المقترحة بين إسرائيل وحركة حماس بعد تسرب معلومات عن اتفاق مفاوضين من الولايات المتحدة ومصر وقطر إلى جانب مسؤولين إسرائيليين في باريس على إطار لها يتضمن هدنة في حرب غزة. وفيما قالت قطر إنها ستعرض على حماس الصفقة المقترحة، أعلنت إسرائيل تحفظها على شروط واردة فيها، ما يوحي بأن الأيام المقبلة ستشهد تسارعاً لجهود حل العقد الأخيرة التي تمنع اكتمالها. جاءت هذه التطورات بعدما أوردت شبكة NBC الأمريكية أن اجتماع باريس أول أمس شهد الاتفاق على إطار عمل لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين. ونقلت الشبكة عن مصدر أمريكي مطلع أن الاتفاق يشمل وقفا تدريجيا لإطلاق النار في غزة أو هدنة تصل إلى 45 يوما، وإيصال المساعدات لسكان القطاع، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وأضافت أن الإطار الذي توصل إليه مفاوضو الدول الأربع يشمل إطلاق المحتجزين الأمريكيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل، والبدء بالنساء والأطفال. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تنص على الإفراج عن 35 محتجزا لدى حماس. وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني الذي التقى بواشنطن أمس نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين قال إنه سيتم
سيتم عرض مقترح على حماس لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، فيما قالت الحركة على لسان أحد قياديها إنها ستتعامل مع أي مبادرة بجدية، متمسكا في الوقت نفسه بضرورة أن تفضي أي ترتيبات إلى إنهاء العدوان. من جهتها قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الحرب ناقش الصفقة الليلة الماضية، وأوضحت أن الصفقة المعروضة تشمل إطلاق سراح ما بين 100 و250 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي لدى حماس، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى ذلك، وقال إن التقارير المتعلقة بصفقة الأسرى غير دقيقة وتحتوي على شروط غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل. وفي المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاحتلال الإسرائيلي لن يسحب قواته من قطاع غزة أو يطلق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين. وفي تصريحات له أضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تنهي الحرب دون تحقيق جميع أهدافها والقضاء على الفصائل الفلسطينية وإعادة جميع المحتجزين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا للاحتلال بعد الآن. هذا زلزال زلزال زلزال. يا رب ارفع عنا يا رب. اظافرنا ان شاء الله غير نطلع نطرحهم من اراضينا غصب عنهم. احنا اصحاب هويه، اصحاب ارض، اصحاب وطن. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية باقتحام مستشفى الأمل في خان يونس بغزة، وتأمر النازحين والطاقم بإخلائه تحت تهديد السلاح. في غضون ذلك قال المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة أشرف القدرة، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني، مشيرا إلى نفاد الطعام عن الطواقم والجرحى والنازحين في المجمع. وأضاف القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي يضع 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 26751 فلسطينيا، بالإضافة إلى 65636 مصابا منذ 7 من أكتوبر الماضي. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن القتال يشتد حول مستشفى ناصر بقطاع غزة، مشيرة إلى أن المستشفى لن يتمكن من مواصلة العمل إذا لم يتسنى وصول المزيد من الإمدادات إليه. وخلال مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، قال إن الوضع حول مستشفى ناصر أصبح أسوأ ومن الصعب وصول المصابين إليه بسبب زيادة حدة إطلاق النار. أعلنت السلطات الفلسطينية عن دفن جثامين 100 شهيد بمقبرة جماعية في مدينة رفح، كانت قوات الاحتلال قد سرقتها من مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن السلطات الفلسطينية تسلمت الجثامين عبر معبر كرم أبو سالم لشهداء وموتى مجهول الهوية، بعضها كان متحللا، وأظهرت معاينة بعض الجثامين سرقة الاحتلال أعضاء منها.
دعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى الإضراب والنفير العام في مدينة جنين بعد اغتيال 3 شبان. كانت قوة خاصة إسرائيلية من المستعربين قد اغتالت صباح اليوم 3 فلسطينيين من بينهم شقيقان داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أحد المستهدفين كان يشتبه بأنه يخطط لهجوم وشيك مشابه لهجوم 7 أكتوبر، رغم أن أحدهم كان يتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 أكتوبر الماضي، فيما نعت حركة حماس استشهاد شبان من عناصرها. واعتبرت الحركة أن إقدام الاحتلال على إعدام 3 مواطنين بالرصاص داخل مستشفى أحدهم على سرير المرض تمثل جريمة حرب متكاملة الأركان. استقبل مطار العريش طائرتين قطريتين على متنهما نحو 40 طنا من المواد الإغاثية والإنسانية. وقامت فرق متطوعي الهلال الأحمر المصري بتفريغ حمولة الطائرتين تمهيدا لنقلها عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين. تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري لإدخال شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. وشهد معبر رفح البري دخول أكثر من 200 شاحنة لمنفذي العوجة وكرم أبو سالم، بالإضافة ل6 شاحنات وقود، فضلا عن استقبال الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية. كما شهد المعبر اصطفاف عدد كبير من شاحنات المساعدات التي تم تجهيزها بمخازن الهلال الأحمر المصري تمهيدا لدخولها لمعبر رفح. ونشرتنا بها المزيد. تحذير دولي من دوامة انتقام في منطقة الشرق الأوسط، والصين تدعو لتجنب المزيد من التوتر الإقليمي. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل جنود أمريكيين في الأردن، لكنه لم يتطرق لتفاصيل. وقال بايدن لصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض إلى جولة انتخابية في فلوريدا، قال إن الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. حذرت الصين من دوامة انتقام في منطقة الشرق الأوسط داعية إلى الهدوء وضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي. يأتي ذلك بعدما تعهدت الولايات المتحدة بالرد على هجوم بطائرة مسيرة أدى إلى مقتل 3 عسكريين أمريكيين. مع كل يوم يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتزايد تعمق منطقة الشرق الأوسط في حالة التوتر وعدم الاستقرار. ومع امتداد رقعة الصراع في المنطقة، أفادت مصادر سورية بمقتل 8 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف أحد المباني في منطقة السيدة زينب قرب العاصمة السورية دمشق. القصف الإسرائيلي يأتي بعد حادث هو الأول من نوعه الذي يقتل فيه جنود أمريكيون في المنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة البرج 22 الواقعة على الحدود السورية الأردنية،
وتضم نحو 350 عسكريا من سلاحي البر والجو الأمريكيين. الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية المعنية بتنفيذ مهام دعم لقوات التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي أثار غضبا كبيرا داخل الولايات المتحدة وتساؤلات حول أسباب فشل الدفاعات الأمريكية في تحييد المسيرة المعادية التي تسببت في الحادث. وبعد توسع دائرة الصراع في المنطقة نحو جنوب البحر الأحمر والداخل السوري ومنطقة الحدود السورية الأردنية، باتت الأنظار متجهة إلى شمال الأراضي المحتلة، حيث هددت إسرائيل بتحرك قريب على ساحة المواجهة مع حزب الله في جنوب لبنان، بينما تراوح اقتراحات الهدنة في غزة مكانها دون جديد. الجبهة الشمالية تبدو مرشحة بقوة لجذب التوتر بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن الجيش الإسرائيلي سيتحرك قريبا جدا عند الحدود مع لبنان، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية القصف يوميا مع حزب الله، ما ينذر بطول أمد التوتر في المنطقة برمتها. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا أوضح أن الصراع في الشرق الأوسط جراء الصراع الحالي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بدأ يتسع على نحو يدعو للقلق. وأشار المقال إلى التحدي الكبير الذي تواجهه واشنطن جراء هجمات بعض الجماعات المسلحة في سوريا والعراق ولبنان، فضلا عن هجمات قوات الحوثي للسفن العابرة في البحر الأحمر، مما أثر على الملاحة البحرية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والبحرين، وعلى حرص مصر على مواصلة تنمية مسارات التعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي. جاء ذلك خلال استقبال مدبولي سفيرة مملكة البحرين فوزية بنت عبد الله زينل مع بدء مهام عملها بالقاهرة. وأكدت سفيرة البحرين اعتزازها بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من تطور ونماء، كما أشادت السفيرة بما وصلت إليه العلاقات البحرينية المصرية من شراكة متطورة ومثمرة، ومؤكدة على تطلعها لتنشيط أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تحفيز الاستثمار في مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية. وخلال اجتماع بشأن تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية، أشار مدبولي إلى أهمية خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة. هذا وجه مدبولي بوضع خطة مقترحة بخطوات تنفيذية محددة حول كيفية التحرك في هذا صدد، تمهيدا لعرضها على المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية عند تشكيله. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع تابع الإجراءات التي يتم اتخاذها لحوكمة المنظومة الضريبية، لا سيما سرعة إنهاء المنازعات الضريبية. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن المنظومة الضريبية المميكنة تساعد على سرعة تحصيل الضرائب وعلى إنهاء المنازعات الضريبية، فضلا عن تسريع إجراءات الفحص الضريبي. نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة 2024 تحت عنوان فدا مصر، تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة بحضور كافة فئات وطوائف المجتمع. واصلت وزارة الداخلية احتفالاتها بعيد الشرطة 72، حيث نظمت معرض عيد الشرطة 2024 تحت عنوان فدا مصر، والذي شهد مشاركة واسعة من كل فئات وطوائف المجتمع المصري، من منطلق أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين، وهو فرصة لإظهار المجتمع تقديره للشرطة
وجهودها الأمنية. قول كل سنة وإحنا طيبين وربنا يعيد الاحتفالات على مصر بكل خير وسلام ورفاهية. الداخلية اليوم تجمع كل طوائف الشعب تحت مسمى واحد ألا وهو إيه؟ ألا وهو محبة الأوطان. إحنا بنشكر الوزارة على جهودها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وجاهزية أفراد الشرطة كل وقت على مدى 24 ساعة. بسعد جدا بوجودي في هذه الاحتفالية لحتى نرى الجهود المبذولة من قبل الشرطة المصرية. شاركت في الاحتفالية فرق موسيقات الشرطة بمعزوفاتها الوطنية، كما تم تقديم عروضا متنوعة للخيالة التي أظهرت مهارات الفرسان في التقاط الأوتاد. وقدمت الإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة بعضا من البيانات العملية لمشاركتها في المداهمات الأمنية. أشكرهم على المجهود الكبير اللي عاملينه لأمن واستقرار مصر. كان يوم حلو قوي النهارده وانا اتبسطت قوي قوي. انا بحب مصر وبحب الشرطه عشان هما بيحمونا، والنهارده لما شفت الضابطات اتمنيت لما اكبر ابقى زيهم عشان احمي البلد. شارك في المعرض كافة قطاعات وزارة الداخلية بمعداتها وأدواتها الحديثة المستخدمة في أداء المهام الأمنية المتنوعة، والتي تؤكد على حرص الوزارة على مواكبة التطورات الأمنية المعاصرة في كافة مجالات العمل الأمني. مبسوطة النهاردة إن أنا جيت وشفت المعدات والأجهزة اللي الشرطة بيستخدموها. أنا مبسوط جدا إن أنا موجود هنا. كل سنة وطيب من رئيس الجمهورية فتحي السيسي، أنا بحبك. تحية مصر، تحية مصر، تحية مصر. سيارات الأحوال المدنية المتنقلة كانت حاضرة في المعرض، والتي تؤكد على مدى التطور في الخدمات الجماهيرية، وكانت فرصة لبعض الحضور لاستخراج بطاقات الرقم القومي. لقيت عربية الأحوال المدنية متنقلة، فعملت البطاقة في ثلث ساعة واستلمتها. شفنا تطوير يعني كبير جدا في الأحوال المدنية، وفي كل حاجة الشرطة بتحاول إن هي توصل لنا كل الخدمات بطريقة سهلة. تشهد وزارة الداخلية تطور ملحوظ في كافة خدماتها في قطاع المرور، في الأحوال الشخصية، وفي تعاون دايماً كل هدفه هو خدمة الشعب المصري الحبيب. ده طبعاً بيحقق معانا الولاء والانتماء للوطن، إن هم بيعرفوا قد إيه الشرطة حريصة على حمايتهم. المعدات تحفة، التطور جميل، التنظيم عالي جداً. شاركت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في المعرض بمنتجاتها المتنوعة، كما تم عرض منتجات قطاع الحماية المجتمعية، وهي نتاج جهود نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. اللي أنا شايفاه النهاردة ده يدل على التطور والتقدم في التكنولوجيا الحديثة بالنسبة لوزارة الداخلية. أوجه كلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة هذا الاحتفال 72 لعيد الشرطة، بكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة ومصر طيبة وبخير. احنا النهاردة لمسنا بإيدينا وجود رجل شرطي عصري يليق بالجمهورية الجديدة. أشكر وزارة الداخلية على الأمن والأمان اللي بيقدموه لينا وأنهم موجودين في كل حتة. أوجه رسالة شكر للسيادة الرئيس ووزارة الداخلية اللي هم محافظين على الأمن والأمان بتاع الدولة، واللي هو كل يوم ويوم تطور مستمر. تسابق الحضور لالتقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة، وكذا الآلات والمعدات لتسجيل هذه اللحظة المهمة من مشاركتهم الشرطة بعيدها، مقدمين التهنئة لهم والإشادة بالتضحيات وبما تحقق من أمن واستقرار. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم. شكرا لكم، شكرا حماة الوطن. فخور ان انا والدي الله يرحمه كان احد رجال الشرطة. قد ايه يعني الواحد وهو قاعد بيحس بالاطمئنان وان هو عايش في امان واستقرار اكتر. انا مبسوط النهاردة عشان العروض اللي انا شفتها النهاردة، خاصة عرض الخيالة وعرض الكلاب. النهاردة شفت حاجات كتيرة حلوة وجميلة وتطوير جميل. أنا مبسوطة قوي النهاردة. كل سنة وانتوا طيبين. كل سنة وانتوا طيبين وتحيا مصر. معرض عيد الشرطة هو تأكيد على المشاركة المجتمعية في عيد الشرطة، وفرصة لإظهار مدى التطور الذي تشهده كافة قطاعات وزارة الداخلية
لتقديم خدمة أمنية وجماهيرية أفضل للمواطنين. كل سنة وعشرة بتت مصر طيبة. كل سنة وانتم طيبين. تحيا مصر يا سيسي. مشاركة فاعلة من كافة فئات المجتمع الاحتفال بعيد الشرطة من خلال معرض عيد الشرطة الذي أقامته وزارة الداخلية، والذي تهدف من ورائه إلى استعراض كافة المعدات والأدوات التي تستخدمها الشرطة في أداء المهام المكلة إليها بكل كفاءة وفاعلية. فالشرطة المصرية لديها من القوة للتصدي لكافة أشكال الخروج عن القانون، وهو ما تحرص عليه الوزارة وتستعرضه هنا في معرض عيد الشرطة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصلت فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 وسط إقبال جماهيري كبير. تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من معرض الكتاب الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، بعد التحية، ماذا عن تواصل الفعاليات والندوات داخل معرض الكتاب في دورته 55؟ نعم، بعد التحية نتابع معكم في هذه التغطية المستمرة فعاليات اليوم 6 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55. هذه النسخة التي تقام تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتحل النرويج كضيف شرف للمعرض هذا العام، تأكيدا على اهتمام الدولة بالتشارك مع ثقافة دول شمال أوروبا. الحقيقة أن المعرض هذا العام يقام على مساحة واسعة وبمشاركة عدد كبير من الناشرين الذين يتشاركون العرض على مساحة تصل ل 80,000 متر مربع في 5 صالات عرض. بيصل عدد الناشرين إلى 1,200 ناشر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم. رصدنا منذ صباح اليوم وحتى الآن إقبال كبير من المواطنين من مختلف الفئات والأعمار لشراء الكتب وحضور أيضا الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة التي تأتي على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب. وإذا تحدثنا يعني بشكل خاص عن الفعاليات الثقافية، فهناك تنوع كبير في الفعاليات التي تتجاوز 500 فعالية ثقافية بتقام في 7 قاعات عرض داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. وإذا تحدثنا بشكل خاص عن فعاليات اليوم، فكان يعني منذ قليل ندوة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن دور الصحافة والإعلام والمنظمات الحقوقية والمدنية في رصد وتسجيل جرائم الحرب. أيضا كان هناك ندوات عن استرداد الآثار المصرية وأيضا الغناء والموسيقى في مصر القديمة، إلى جانب عدد كبير من الندوات والفعاليات الفنية والثقافية التي تقام، وأيضا مع تقديم تسهيلات من إدارة المعرض للزائرين. نتحدث عن وجود منصة رقمية يستطيع من خلالها الزائر أن يقوم بحجز تذاكر المعرض، أو أيضا أن يقوم بشراء الكتب على أن يتم إيصال الكتب لي عن طريق البريد المصري. أيضا هناك تسهيلات عن طريق توفير خطوط أتوبيسات بتتحرك من أماكن مختلفة من القاهرة من وإلى المعرض بشكل مستمر على مدار اليوم. هناك أيضا مسارات خاصة بكبار السن وأيضا بذوي القدرات وأماكن الاستراحة والخدمات. نعم، تسهيلات الحقيقة كثيرة تقدم للزائرين يعني الاستمتاع بتجربة مميزة وفريدة خلال أيام معرض وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. اختتمت فعاليات مؤتمر نظام التعليم المصري ستيم تحت عنوان الواقع والطموحات المنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. تضمنت التوصيات التي أسفرت عن الفعاليات اعتبار التوسع والاستدامة في دعم هذه المدارس
مشروعا قوميا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي يتم تبنيه بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ورجال الصناعة والمجتمع المدني لتعزيز الاستثمار البشري في الجمهورية الجديدة. وتضمنت التوصيات أيضا التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في منح مدارس ستيم خاصة المدارس الثانوية والفرصة المناسبة للتعرف على البرامج الأكاديمية والتخصصات داخل الجامعات. وقفة مع أخبار المال والأعمال. أتحول مع حضراتكم إلى زميلتي سارة نجيب. أهلا بك سارة، تفضلي. شكرا لكما نهى ودينا. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط كلمة مصر أمام القمة الإيطالية الإفريقية، وأكدت خلالها إسهام مصر في جهود تنفيذ تطلعات القارة الإفريقية التنموية. وأضافت الوزيرة أن حجم التحديات التي تواجه قارة إفريقيا تتزايد بسبب تأثرها بالأحداث العالمية، وذلك في ظل معاناة 20% من سكان إفريقيا من نقص في الأمن الغذائي. كما أشارت وزيرة التعاون إلى أن إحصاءات البنك الدولي تؤكد احتياج القارة الإفريقية لما يقرب من 100 مليار دولار سنويا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية. استقبل وزير البترول طارق الملا رئيس شركة أعدس القابضة لخدمات الحفر محمد فاروق، وهي الشركة الفائزة بأول مزايدة عالمية من نوعها للحقول المتقدمة بخليج السويس والصحراء الشرقية والتي تحتوي على كميات من الزيت الخام. وأكد الملا أن طرح مثل هذه المزايدات يأتي في ضوء اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول التي تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية والتمويل لاستخراج هذه الكميات الموجودة بالآبار. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا معلوماتيا تناول خلاله الدور الكبير الذي تلعبه صناعة الطيران العالمية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وأشار المركز إلى أنه برغم هذا الدور، فإن استهلاك صناعة الطيران العالمية للطاقة حظي بالاهتمام بسبب العواقب البيئية اللاحقة، لافتا إلى أن قطاع الطيران يسهم بنحو 2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في ظل تعافي الطلب على السفر الدولي في أعقاب جائحة كورونا. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات
جلسة منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين وسط تداولات بلغت 7.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.121 تريليون جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 30347 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 6940 نقطة. وزاد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 9860 نقطة. أما أسواق البترول العالمية، فارتفعت أسعار النفط في التعاملات مع استمرار مخاوف الإمدادات، وارتفعت العقود الآجلة للخام بنسبة 0.3% لتسجل 82 دولارا و65 سنتا للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% ليسجل 77 دولارا و9 سنتات للبرميل. كذلك زادت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.63% لتصل إلى $2.64 سنتا للتر. وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.30% لتسجل $2.51 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشفت شركة أرامكو السعودية أنه تم الطلب منها تقليل طاقاتها القصوى المخططة لإنتاج النفط المستدام إلى 12 مليون برميل، انخفاضاً عن 13 مليون برميل يومياً. وأفادت شركة النفط الحكومية في المملكة أنها تلقت توجيهاً من وزارة الطاقة بالحفاظ على طاقاتها القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً، وعدم الاستمرار في زيادتها إلى 13 مليون برميل يوميا. أغلق المزارعون الغاضبون الطرق السريعة في جميع أنحاء فرنسا بهدف فرض حصار على باريس، ويطالب المزارعون بتحسين ظروف عملهم وحمايتهم مما يقولون أنها منافسة غير عادلة مع نظرائهم في الدول الأوروبية الأخرى. مسار جديد اتخذه المزارعون الغاضبون في فرنسا مع إعلانهم فرض حصار على العاصمة باريس، وسط مخاوف من أسبوع ينذر بالمخاطر بين المزارعين وقوات الأمن. نقابات المزارعين في فرنسا أعلنت عزمها نصب 8 حواجز على الطريق السريع الرئيسي من أجل فرض حصار على العاصمة لأجل غير مسمى. ولكي تحول لدون حدوث تجاوزات، أعلنت الحكومة الفرنسية تعبئة 15,000 عنصر من الشرطة، من بينها نشر قوات إنفاذ القانون ومدرعات الدرك على أطراف رانجس، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في البلاد جنوبية باريس. وطلب وزير الداخلية جيرالد دارمن من الشرطة إظهار الاعتدال المطلوب وعدم التدخل في نقاط الإغلاق. وأوضح أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعطى تعليمات من أجل ضمان عدم توجه الجرارات إلى باريس والمدن الكبرى حتى لا تتسبب في صعوبات كبيرة. وظهر غضب المزارعين لأول مرة في ديسمبر ويناير في ألمانيا مع إغلاق الطرق السريعة ومسيرات الجرارات، قبل أن ينتقل إلى نظرائهم في فرنسا ورومانيا وبولندا وحتى بلجيكا. وفي حين تسببت عشرات الجرارات في تباطؤ حركة السير على طريق سريع في جنوب بلجيكا، أغلق المزارعون في ألمانيا العديد من الموانئ بينها ميناء هامبورغ وهو الأكبر في البلاد، إلا أن حصار باريس تردد صداه باعتباره علامة فارقة جديدة للتعبئة في أوروبا.
وأدت الأحداث المناخية القاسية وإنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الوقود وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية إلى تنامي السخط بين المزارعين. وساهمت السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة الجديدة التي عززت الأهداف البيئية الملزمة منذ عام 2023 وقانون الميثاق الأخضر الأوروبي، وإن لم يدخل حيز التنفيذ بعد بشكل خاص، في إثارة الغضب. وإذ كانت فرنسا المستفيد الأول من الإعانات الزراعية الأوروبية التي تجاوزت قيمتها 9 مليارات يورو سنوياً، إلى أن مزارعيها نددوا بالسياسة الزراعية المشتركة معتبرين بأنها منفصلة عن الواقع. ويندد المزارعون الأوروبيون بالمنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة التي لا تخضع للمعايير نفسها. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى دينا ونهى. إليكم. شكراً لك سارة نجيب. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. مصر تؤكد ضرورة استمرار المانحين الدوليين في تقديم الدعم اللازم لوكالة الأونروا وترفض العقاب الجماعي للفلسطينيين. حركة حماس تشيد بمواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وتعلن دراسة مقترح لوقف إطلاق النار تلقته بعد اجتماع باريس. المعارضة الإسرائيلية تشجع الحكومة على صفقة مع حماس، ونتنياهو يؤكد أن جيش الاحتلال لن ينسحب من غزة. ختام نشرة السادسة. طاب يومكم، إلى اللقاء.